وزارة الزراعة أعلنت طرح جميع تقاوي المحصول الشتوي أمام المزارعين بمنافذ البيع المخصصة في جميع محافظات الجمهورية. لو اتكلمنا على الأسعار، هل هي أسعار مخفضة ومدعمة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية؟ وزارة الزراعة قالت إن جميع تقاوي المحاصيل الشتوية متوفرة وبأسعار مدعمة بتقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية لرفع العبء عن الفلاحين ومساعدتهم. طب الموضوع ده أكيد بيهم قطاع كبير جدا من إخواننا المزارعين، فنعرف تفاصيل من خلال دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة معنا هاتفيا. أهلا بك يا دكتور محمد. أهلا بك يا دكتور محمد، مشرفنا، وعايزين نعرف من حضرتك التفاصيل. أي حد من إخواننا المزارعين بيتابعنا النهاردة أكيد عنده الفضول أنه يعرف كل تفصيلة من خلال هذا الخبر. الحقيقة احنا بالنسبة لوزارة الزراعة هذا العام، احنا طبعا في استنباط لأصناف جديدة احنا حاولنا نوفرها للمزارع علشان خاطر تزود له الإنتاجية، تعليله من هامش ربحيته، وفي نفس الوقت تبقى يعني مقاومة للأمراض ومقاومة لظروف المناخية. طبعا في هذا الإطار احنا عندنا الوزارة الحقيقة قامت بتوفير بذور أو تقاوي القمح، الفول، كل المحاصيل الاستراتيجية اللي بتزرع في الموسم الشتوي تم توفير التقاوي بتاعتها للجمعيات بالكامل بنسبة تقريبا 80%. ان شاء الله خلال الايام القادمه يكون انتهينا تماما من توفير التقاوي لكل انحاء الجمهوريه ان شاء الله باذن الله. طب هل الاسمده برضو متاحه دلوقتي يا دكتور محمد؟ طبعا بيتم توزيعها ان شاء الله، طبعا في مطار الاستعدادات احنا هنوزع التقاوي، الاسمده تكون موجوده ان شاء الله. في توزيع حصل فعليا لبعض الانواع، ولكن ان شاء الله تستكمل خلال الايام القادمه. كارت الفلاح بقى بيستخدم في هذه الحاله؟ طبعا احنا كارت الفلاح ده من الحاجات المهمه اللي احنا بنستعملها او اللي احنا هنبدا نستعملها الفترات اللي جايه لضبط منظومه التعامل مع المزارع. طبعا المزارع هيستفاد بشكل كبير جدا من وجود كارت الفلاح، لان وجود كارت الفلاح بيمثل اضافه، لان هو هيبقى فيه داتابيز واضحه المزارع نبقى عارفين بنتعامل مع مين، يبقى المقننات الزراعيه اللي موجوده الراجل بياخد الاسمده بتاعتها كامله متكامله ما فيش اي مشكله فيها، ياخد التقاوي بتاعته بشكل كامل. طبعا احنا بالنسبه للتقاوي احنا طرحناها باسعار علشان خاطر مخططه بناء على التعليمات الوزاريه، ان احنا لابد ان يكون الاسعار تراعي ظروف صغار المزارعين والطبقات اللي هي الكادحه من المزارعين. فاحنا عاملين تخفيض في التقاوي، اسعار التقاوي الحقيقه كمان في لجان بتنزل بشكل مستمر، بتنزل تعمل متابعات على ارض الواقع، وفي حال وجود اي مخالفه بيتم اتخاذ اجراءات قانونيه فورا حيالها. كمان مخالفه بمعنى ايه يا دكتور؟ لو في تلاعب في اسعار، لو في اي حاجه تؤثر على وصول التقاوي للمزارع باسعار مناسبه، على طول بيتم اتخاذ اجراءات قانونيه حيالها في هذا. طيب اللي بيستخدم تقاوي من بتاعه السنه اللي فاتت، يعني ازاي نقول له ان بتاعه السنه دي هي افضل على مستوى كتير جدا؟ ازاي بتتم عمليه اقناع المزارع؟ لان حضراتكم طبعا عاملين مجهود في هذه الجزئيه كزياده انتاج او حتى كتامين ليهم بشكل كبير حتى على المستوى الصحي والبيئي. طبعا هو الحال المزارع المصري عنده من الوعي ما يكفي ان هو يبقى عارف ان لو استعمل التقاوي الجديده هتزود له في حجم الانتاج وهتقلل له في حجم التكاليف بشكل كبير جدا. بنسبه قد ايه يا دكتور محمد؟ لا طبعا هي بنسب متفاوته وفقا للاجراءات اللي بتتم تطبيقها على الارض، ولكن يعني في تحسين كبير جدا في انتاجيه بعض الاصناف. يعني عندنا اصناف من الاقماح دلوقتي بيتم استنباطها زي صنف 614 612 اللي بيتزرع في محافظات الصعيد، عندنا مجموعه من الاصناف الاخرى بتدي انتاجيه اعلى بكثير جدا من الاصناف الاخرى، بتوصل لحوالي 10 الى 20% ساعات في بعض الاوقات. هل ممكن اخلط ما بين القديم والجديد؟ هل ده وارد؟ لا، هو اصلا احنا ولا فنيا لا، احنا في عندنا خريطه صنفيه بنحددها علشان نبقى عارفين كل صنف بيبقى وفقا للظروف الجويه والظروف المناخيه بيتم زراعته. يعني في اصناف تجود زراعتها مثلا في محافظات الصعيد، فدي بيتم توزيعها في محافظات الصعيد. في اصناف تجود في محافظات وجه بحري، فدي بيتم توزيعها في محافظات وجه بحري. واحيانا بيبقى في بعض الانحرافات اللي احنا بناء عليها بنقول الصنف ده ما يتزرعش في المحافظه دي وده يتزرع في المحافظه دي. فدي امور كلها حضراتكم بتوضحوها من وقت للتاني. كل ده بتبقى فيه خريطه صنفيه بيتم اعدادها وبيتم توزيعها على المواطنين وعلى الجمعيات، وبيتم عمل حملات ارشاديه بشكل مستمر. طبعا عندنا الحقيقه المعاهد البحثيه بتنزل تعمل مزارع بحثيه ومزارع تطبيقيه جنب المزارع علشان خاطر توري له ازاي يتم تطبيق الاجراءات المثلى للتعامل في المنظومه الزراعيه، حتى استعمال الاساليب الزراعيه الحديثه بيتم توضيحها بشكل كامل، بحيث ان احنا يبقى فيه على طول متابعه دقيقه ومتابعه دوريه بتحصل لعمليه الزراعه عشان نعظم من انتاجيه الارض وانتاجيه
الوحدة المال.